خلعوا ناس يعني مرضى وناس شيوخ وحجر حتى الدري صغار حتى هما خلعوهم تقوا الله عز وجل. حاجه قال الرسول عليه الصلاه والسلام: كذب المنجمون ولو صدقوا. راه الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: لا يعلم ما في السماوات والارض الغيبه الا الله عز وجل. السكر كتقول لي كيسمع الزلزال ولا التسونامي مسكين كيخاف كيطلع عليه السكر. الى بالنسبه لهذه المسائل اللي كتوقع يعني او اللي كيمشوا ان الزلزال ديال المغرب وقع في الاونه الاخيره، وكاينه واحد المنجمه لان كتعطي واحد المعطيات الاخوه الكرام، وكاينين بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيفاش ان هذه السيده هذه يعني كتنبأ او كتوقع هذه المسائل هذه الاخوه الكرام. اول حاجه قال الرسول عليه الصلاه والسلام: كذب المنجمون ولو صدقوا. وقال عليه الصلاه والسلام: من اتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كما شفتوا الإخوة الكرام أن بزاف ديال الناس يعني كيتيقوا هذه السيدة هذه، مع أن الإخوة الكرام العديد من الناس كيقول أن راه كاين الزلزال غادي يجي نهار فلان الفلاني، والناس الإخوة الكرام خافت وباقى حاليا كتبات في الزنقة. إخوة الكرام إذا بغينا نرجعوا يعني للجادة ونرجعوا للصواب، راه الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله عز وجل. راه حتى سليمان الذي كان يتحكم في الجن ويتحكم في الطيور وفي الرياح وفي يعني الدواب إلى آخره، راه الجن ما كانش كتعلم الغيب لقول الله عز وجل: لما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لو أن الجن كانوا كيعلموا الغيب راه ما غاديش يبقاو في هذاك العذاب المهين. حتى هاد السيدة هذه اللي كتقول بأن راه كاين نهار فلاني غادي يوقع كذا كذا، الإخوة الكرام كاين هنا كنقولوا يعني تنبؤات أو لا توقعات. على سبيل المثال كنكونوا بعض المرات كنكونوا كنهضروا وكنجبدوا شي واحد فلان حتى كيجي على غفلة، واش حنا علمنا عليه غادي يجي؟ ولكن راه غير صدفه الاخوه الكرام، حق يلاه جبدناك وقف. يعني الله عز وجل بحال دابا غدا نقول انا غدا غتصب الشتا، يقدر غدا تصب الشتا يقولوا بوق طياره قال غدا غتصب الشتا وصبت الشتا. واش كيتسمى الاخوه الكرام انني كنعلم الغيب؟ لا الاخوه الكرام، راه حتى الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان مار من حدا واحد اليهود وما يسول، قالوا لي غتسولوه يعني غتسولوا على الروح، الى جاوبكم عرفوا راه ماشي نبي، ولا ما جاوبكمش عرفوا راه نبي. هنا نزلت الايه: ويسالونك عن الروح فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: الروح من امر الله وما اوتيت من العلم الا قليلا. يعني العلم اللي عطاني الله عز وجل راه غير قليل، راه حتى الملائكه حتى يعني الملائكه الكبار راه لا يعلمون الغيب الاخوه الكرام. هنا بغينا نطمئن الاخوه الكرام والاخوات الكريمات، لان كاينين الناس عندهم سكر عنده القلب عنده طونسيون كيقول لك انا خفت لنموت. خويا ولا اختي راه خاصك عندك عقيده راسخه، يعني ما تبقاش تتبع بحال هاد الناس هادو اللي كيكذبوا وانهم كيوهموا الناس وكيخلعوا الناس. راه الاخوه الكرام الموت اللي كتهربوا منه راه يقول المولى عز وجل، الإخوة الكرام راه يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني ذاك الموت اللي خايفين منه نتوما راه غادي يجيكم، غادي يجيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. راه حتى سليمان كان جالس معاه واحد الرجل وجاء ملك الموت كيهضر معاه، هو يقول ليه سول سليمان قال ليه شكون هو هذاك؟ قال لي هذاك راه ملك الموت راه جاب باش يقبض الروح ديالك. هو يقول سليمان لأن سليمان كان كيتحكم في الرعي قال لي الله حفظك الدين لأبعد البلاد ودا لأبعد البلاد. وملك الموت بقى كيضحك قال لي علاش كتضحك ملك الموت؟ قال لي والله ما امرت الا ان اقبض روحه في تلك البلاد. سمعوا الاخوه الكرام، هاد الناس هادو ما بقاوش يخلعوكم، ما بقاوش انهم يلعبوا لكم على المشاعر ديالكم، راه الناس مسكينه مخيفه لا تموت. خويا ولا اختي راه الموت راه الله مقضي فيه، يعني فيه قضاء، يعني بحال كنقولوا فلان والفلانه غادي يموت نهار الثلاث مع الوقيته فلان الفلانيه ومع الدقيقه فلان الفلان الفلانيه. يعني كما سمعي غادي نقاطعك، نعم قالوا انا غضرب تسونامي والناس تخلعوا، انا بغيت نقطع الناس ان داك الشيء ما بقاوش يتيقوا اي حاجه. شوف هذه المسائل هذه الاخوه الكرام ليست بكوارث طبيعيه، وانما الاخوه الكرام يعني رسائل ربانيه، الله عز وجل بغانا نتوبوا ونرجعوا للطريق المستقيم. بحال هاد الناس هادو انا راه كنقول يعني كناشد يعني سميتو الوزاره الداخليه وكناشد يعني الوكيل ديال الملك في اي مدينه انهم يتاخذوا اجراءات قانونيه على هاد الناس هادو اللي كيراهبوا وكيخوفوا هاد الناس. الناس راه فيهم يعني فيهم شيوخ، فيهم مراد، فيهم كبار، فيهم يعني كما سمعي غادي نقاطعك ما تصلش بك شنو قال خويا سمعنا غضرب تسونامي. خويا كاينين الناس فعلا عندي يعني عندي تساؤلات مع الناس اللي كيتبعونا كيقول خويا كما راه سمعنا كذا كذا. وحنا كان الدور ديالنا يعني انا لست بشيخ ولست بداعيه وانما مجرد عبد من عباد الله اسال الله حسن الخاتمه يعني وكنعلموا الناس ما تعلمنا، يعني كنطمئنوا الناس ان هذه المسائل هذه الاخوه الكرام مسائل غيبيه، راه ما تخافوش منها وما ديروش في البال ديالكم. راه كاين اللي مسكين عنده السكر، اقسم بالله انا كنعرف شي ناس عندهم السكر كتقول لي كيسمع الزلزال ولا التسونامي مسكين كيخاف كيطلع عليه السكر الى اخره، غيزق قاتل نفسه او لميت غير بهذيك الضغوطات النفسيه. لذلك الاخوه الكرام
نعسوا على جنب الراحه. يعني ما تبقاوش تسوقوا هذه المسائل هذه، هذه المسائل هذه الناس اللي كيقولوها خاصهم متابعه قضائيه، وهذا يعني نداء لمن السلطات في جميع المدن المغربيه ان الناس اللي كينشروا اخبار زائفه خاصهم متابعه قضائيه وخاصهم يعني اشد العقوبات. علاش؟ لانهم خلعوا ناس كبار وخلعوا ناس يعني مرضى وناس شيوخ وحتى الدراري الصغار حتى هما خلعوهم. تقوا الله عز وجل، راه مسائل غيبيه اللي كتقولوا، يعني راه الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. وحتى انا الاخوه الكرام راه الموت راه اللي كشوف الناس في الحوز، راه كاين اللي مسكين خمس ايام تحت الانقاض ولكن ما ماتش، بقى حتى جبدوه. هذا دليل على ان الاخوه الكرام كون كان كتاب لي غادي يموت في ذاك الزلزال راه غادي يموت. كاين اللي تقطعت ليه رجله، كاين اللي تهرس. الاخوه الكرام واحد الدري مسكين باقي عنده يلا وقيلا اسبوع تزاد تما الاخوه، علاش ما ماتش؟ ها هو دري صغير. هنا الاخوه الكرام تعرفوا ان راه الموت قضاء الله عز وجل. لذلك الاخوه الكرام راه ما تخافوش من هاد الناس هادو ولا هاد العرافه هادي اللي كتقول لكم ان راه غيكون نهار فلان فلاني، او هاد العالم الهولندي اللي كيقول ان راه غيكون زلزال نهار الفلان فلاني، راه يقدر انه يصيب ويقدر انه يخطئ. علاش؟ يقدر ان الله عز وجل مكتب ان هذاك النهار غادي يكون زلزال، والاخر جابها مصادفه صدقات ليه غيبقاو الناس ديما متبعينه. لا الاخوه الكرام، حنا مسلمين، حنا امه قال الله قال الرسول. اما هاد الشر ديما وهاد الكذاب الاخوه الكرام اقسم بالله انهم لا يعلمون الغيب.